إن شاء الله النهاردة هنغطي موضوعين مهمين. هنتكلم طبعا ده اكستنشن للمرة اللي فاتت. المرة دي هتكلم على المالتيبل لينير ريجريشن اناليسيس، وده هيبقى شابتر 3. وبعدين شابتر 4 هنشوف ازاي ادخل كواليتاتيف فاريبلز في الريجريشن مودلز، الفكرة بقى بتاعت الدامي فاريبلز والكلام ده كله، ده ان شاء الله هنغطيه بإذن الله النهاردة. طبعا المرة اللي فاتت اما كنا بنتكلم على الريجريشن مودلز، يمكن انا قسمتها الى تو كرايتيريا. الكرايتيريون الاولاني كان النمبر اوف اندبندنت فاريبلز، وبناء عليه قلت الموديل ممكن يكون يا اما سامبل يا اما مالتيبل. السامبل ريجريشن موديل بيبقى فيه 1 فاريبل او 1 اندبندنت فاريبل يعني، والمالتيبل هيبقى فيه مور ذان 1 اندبندنت فاريبلز. زي مثلا لو انت هتقيس الديماند فانكشن، لو اخدت في الاعتبار مثلا one of the variables زي البرايس او الانكم، يبقى انا بتكلم على سامبل ريجريشن. لو انا اخدت في الاعتبار مور ذان 1، لو خدنا البرايس والانكم والبرايس بتاع الالترناتيف كوموديتي، يبقى انا في هذه الحاله بتكلم على مالتيبل ريجريشن موديل. الكرايتيريا الثاني اللي قسمت على اساسها كان الديجري اوف لينياريتي، وقسمت المودلز يا اما لينير ريجريشن مودلز يا اما نون لينير ريجريشن مودلز. اللينير ريجريشن مودلز اللي هي الفورما اللي احنا عارفينها بتاعت الستريت لاين واي بتساوي ايه بلس بي اكس، تمام، او المالتيبل طبعا هيبقى فيه اكتر من اندبندنت فاريبلز. وفي حته النون لينير فرقت ما بين نون لينير في البارامترز ونون لينير في الفاريبلز. النون لينير في الفاريبلز ده بيبقى اسهل حاجه، لان انت سهل انك انت تحوله بسهوله الى لينير بمجرد ان انا بعمل الفاريبل ترانسفورميشن. يعني لو انا عندي اكس سكوير مثلا، ممكن ابقى استبدل اكس سكوير بخليها مثلا زد بدل اكس سكوير، وبعمل ترانسفورميشن واحول الاكس سكوير الى زد، وبالتالي بستخدمها كلينير ريجريشن مودلز. بص التصوير يا يسرى، عايز ايه انت؟ طيب كل الظروف معلش. فقلنا اللينير ان فاريبلز ان كل الفاريبلز تاخد شكل ستريت لاين، ما يبقاش فيها سكوير ولا لوج ولا اكسبوننشال فانكشن، لكن البارامترز في هذه الحاله هي الاهم. يعني اي موديل نون لينير في الفاريبلز ده سهل جدا، مجرد ترانسفورميشن بحوله الى لينير واشتغل عادي. لكن لو كان نون لينير في البارامترز فدي بس اللي محتاجه معالجه خاصه، فدي هنتكلم عليها ان شاء الله على اخر الكورس باذن الله. البيتاز ما ممكن تكون مثلا الموديل، لا هي مش رقم، هي ساعات الماضي بقى واي بتساوي ايه ماشي بلس بي تو ذا باور اوف اكس، تمام، او ساعات بي سكوير في تايمز اكس، يعني ليها اشكال كده هوريها لكم. طبعا يعني المهم بتبقى في الاخر بارامترز نون لينير، ساعات بيبقى الموديل واي بتساوي ايه تايمز بي تو ذا باور اوف اكس، فهنا الاي والبي اصبحوا نون لينير، فدي ليها معالجات خاصه. اوكي، لكن طالما النون لينيرتي في الفاريبلز في الاكسات دي ما فيهاش اي مشكله خالص. وبالتالي ساعات حتى بعض الكتب يقول لك لما اقول لينير موديل يقصد بيه ان هو لينير في البارامترز، وبالتالي لو الموديل فيه سكوير في الاكس والكلام من ده بيعتبره كانه لينير موديل، ان مجرد ترانسفورميشن بسيط بيتحول الى لينير وبتشتغل كانه لينير موديل، تمام. دي ان شاء الله الاوبجكتيفز اللي احنا هنغطيها. هنتكلم على المالتيبل لينير ريجريشن مودلز، وهنتكلم على الفكره بتاعت دايما لما البيتاز او الكوفيشنت مثلا بتاع الاكس 1 ده عباره عن التشينج ريت اوف واي بالنسبه لاكس 1 مع بقاء الفاريبلز الاخرى ايه ثابته، تمام، ده اللي هي بنسميها هولدنج اول اذر فاريبلز كونستنت، تمام. وهنفهم برضو الفكره بتاعت الاستيميتور بقى اللي هو الاو ال اس اللي هي الاوردينري ليست سكويرز ميثودز، وليه بيسموها البيست لينير انبايز استيميتور اللي هي بيختصروها بلو دي. كل ده هنعرفه ان شاء الله، وهنشوف ازاي نقيس الجودنس بتاعت الموديل بالتفصيل. اوكي، هنشوف طبعا التست اوف هايبوثيسيز الخاصه ب اند المالتيبل ريجريشن الانوفا والتي تيست والحاجات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بالتفصيل. ده الجنرال فورم بتاع المالتيبل لينير ريجريشن موديل.
واي ده فاكرين المره اللي فاتت لما اتكلمت على البوبوليشن ريجريشن موديل والسامبل ريجريشن موديل. البوبوليشن ريجريشن موديل الجنرال فورم بتاعته واي بتساوي بيتا نوت بلس بيتا 1 اكس 1 بيتا 2 اكس 2 اند سو اون لغايه بيتا كي اكس كي. البيتا نوت زي ما سميناها المره اللي فاتت الواي انترسبت، وده عباره عن قيمه واي لما الاكسس كلها بتساوي 0. يعني لو اكس 1 ايكوال اكس 2 اكس اكس كي كل ده بزيرو، في هذه الحاله الواي هتساوي البيتا. البيتا نوت البيتاز نفسها بيتا 1 بيتا 2 لغايه البيتا كي، يا اما بنسميها البوبوليشن ريجريشن كوفيشنتس او بنسميها البوبوليشن سلوبس. واتفقنا ان الابسلون او الايه اللي في الاخر دي عباره عن الراندوم ايرور. دايما البوبوليشن موديل ده يا جماعه كان نوت بي انتسيبيتد، يعني ما اقدرش ان انا اعمل له احسبه بالظبط، يعني الترو فاليوز بتاعه البوبوليشن موديل انون. وبالتالي ايه الحل؟ الحل ان انا بعمل لها استيميشن، فالاستيميشن بيبقى من خلال السامبل، فاحنا بنسميه دايما الايه السامبل ريجريشن موديل او الاستيميتد مالتيبل ريجريشن موديل. استيميتد او كلمه ايه سامبل مش هتفرق. اللي هو هيبقى عباره عن الواي هات اللي هي سميناها المره اللي فاتت البريدكتد فاليو، وهيبقى البيتاز كلها هات زي ما انت شايف. دي معناها ان هي دي استيميشن للترو فاليو، يعني دي الترو فاليو بتاعت البوبليشن اللي هي الانون بعمل لها استيميشن. خلاص، يعني كان البيتا هات نوت ده عباره عن الاستيميشن بتاع او الاستيميت بتاع البيتا نوت، ودي الاسم بتاع دي ودي الاسم بتاع دي اند سو اون. فده يا اما بنسميه الاستيميتد مالتيبل ريجريشن موديل او بنسميه زي ما سميناه المره اللي فاتت السامبل ريجريشن موديل. وزي ما احنا شايفين هنا طبعا مفيش الايه مفيش الايرور، لان لو انت بصيت على الموديل ده، الموديل اللي هو الجنرال جزء منه ديترمينستيك اللي هو متمثل في البارت ده، والجزء الثاني بيبقى ستوكاستيك او راندوم فاريبل زي ما قلنا قبل كده. ونفس الكلام الراندوم ايرور ده بيمثل محصله المتغيرات الاخرى اللي بتاثر في الواي اند نوت انكلودد في الموديل، زائد ان هو بيمثل الميجرمنت ايرور، يعني ان مش كل الفاريبلز بيتم قياسها بطريقه صحيحه، في بعض الاخطاء في القياس. برضه في الاخطاء الخاصه بالماثيماتيكال فورم، يعني ممكن تكون اصلا الريليشن نون لينير وانت عمل لها لينير، كل ده بينعكس في الايرور او الراندوم ايرور اللي احنا قلنا عليه قبل كده. وبعد كده هنحسبه طبعا زي ما قلنا، هنعمل له استيميشن بالريزيدوالز، يعني الريزيدوالز هي تعتبر الاستيميشن بتاع ايه بتاع الراندوم ايرور ده اللي هو هيساوي الفارق ما بين الواي والواي هات، دي اللي هنسميها الاي او الريزيدوالز زي ما قلنا قبل كده. فالريزيدوالز او نسميها البريدكشن ايرور is the difference between the actual value of y والpredicted value of y، او ان الاي بتساوي الواي ماينس الواي هات، دي اللي احنا بنسميها الريزيدوالز. تمام، والريزيدوالز زي ما قلت ده بيعتبر الاستيميشن بتاع مين؟ بتاع الراندوم ايرور تيرم اللي هو الابسلون او الاي اللي كانت موجوده في الايكويشن اللي فاتت. السامبل لينير موديل دايما بياخد شكل ايه؟ ستريت لاين. طب انا هنا عندي اكتر من ايه؟ من فاريبل، فما بيبقاش ستريت لاين، بيبقى حاجه بنسميها بلين بالمنظر اللي انت شايفه بالشكل ده. يعني هنا لو عندي مثلا سير اكسس اهو، ادي الاكس 1 اكسس وادي الاكس 2 اكسس وادي الواي، ده بس مجرد لو كان موديل فيه تو اندبندنت فاريبلز، ده بيبقى الشكل بتاع الايه؟ بتاع الايكويشن بتترسم بالمنظر ده. تمام؟ وده طبعا اللي اتجاه الكوفيشنتس بتاعت كل ايه؟ بتاعت كل كيرف مع الواي اكسس يعني. ودي قيمه الريزيدوالز، يعني مثلا لو انا عندي طبعا اللون اللبني ده بالنسبه لي هو ده الاستيميتد بلين، ده الاستيميشن الاستيميتد. تمام، والنقط لو انا عندي مثلا النقطه دي الاكشوال، واي نقطه على المناظره ليها على الاستيميتد بلين ده، دي بالنسبه لي عباره عن الواي هات. الديفرنس ما بين الواي والواي هات هو بيمثل دايما قيمه الاي او الريزيدوالز زي ما قلنا قبل كده. يعني هي حاجه تخيلها كده، كان ادي الاكس 1 اكسس وادي الاكس 2 وادي الواي وادي البلين، هو عباره عن جزء في الفراغ كده. تمام. تاني دايما احنا الستريت لاين بيبقى عندي الاكس واي اكسس والاكس اكسس والواي اكسس. تمام، فلما اجي ارسم السامبل ريليشن بتطلع عباره عن خط مستقيم. تمام، لكن هنا عندي اكتر من ايه؟ اكتر من اكس. ده على سبيل المثال لو انا عندي بس 2 اكسس اكس 1 واكس 2، فيبقى ادي الاكس 1 اكسس اهو وادي الاكس 2 اكسس وادي الواي اكسس. تخيلي زي الركن بتاع الاوضه ده. الاكس 2 دي ايه يعني؟ يعني زد مثلا؟ لا،
فاريبل تاني. ادي اكس 1 وادي اكس 2 خلاص، زي الكورنر بتاع الاوضه، ادي الاكس 1 اكسس وده الاكس 2 اكسس وده الواي. تمام، دي الفاريبلز. دي الاندبندنت. ده هنا مجرد بس لو انا عندي 2 فاريبلز، فبالك بقى لو عندي 4 ولا 5 ولا 6 فبتبقى عامله ازاي. تمام. في المهم الايكويشن دي طبعا الواي بيربنديكولار على الاثنين زي كده اهو، زي الكورنر دي. هيبقى في بقى واحد طالع كده وفي كتير في اكسس ياما، فتلاقي بتبقى زي مكعب بقى في الفراغ كده. واخد بالك؟ يعني هو مجرد بس ان انا لو عندي 3 اكسس المنظر بيعمل كده، فما بالك بقى لو 4 اكسس؟ ما فيش تخيليه، لازم طبعا ايه الماتلاب يرسمها لك والكلام ده كله. لكن فدي الفكره بتاعتي، هي دي مجرد بس معادله فيها 2 فاريبلز، فيبقى عندي كام اكسس؟ 3 اكسس، واحد للاكس 1 اكسس والاكس 2 اكسس والواي. زي تخيلي الكورنر بتاع الاوضه دي، ادي واحد الثاني وادي الثالث عنه. فيبقى هنا الايكويشن دي بتمثل بالبلين اللي هو لونه اللبن اللي احنا شايفينه ده. تمام، فاي نقطه واقعه على الحته اللي لونها لبني دي عباره عن الواي هات. تمام، واي نقطه بقى في الفراغ كده دي عباره عن الواي الفعلي. المسافه ما بين الواي والواي هات هي عباره عن الايه؟ الايرور زي ما قلنا قبل كده. هذه مثلا قيم كتيره، دي النقط بقى، دي الواي الفعليه هي كلها اللي هي لونها لبني دي. تمام، ودي الاستيميتد فاليو اللي هي لونها الغامق دي، والمسافه ما بين دي ودي دي عباره عن الايه؟ الايرور او الريزيدوس زي ما قلنا قبل كده. تمام، تعريف الموديل دايما هو ريبريزنتيشن بتاع الاكشوال سيستم، والمودلز انواعها كتير، منها الماثماتيكال مودلز. طبعا في فيزيكال مودلز، في انواع كتيره منها الماثماتيكال. احنا بنتكلم طبعا على الماثماتيكال مودلز، يعني الموديل هو دايما عباره عن سمبليفايد ريبريزنتيشن اوف ذا سيستم، الاكشوال سيستم. يعني كان الاكشوال سيستم هي عباره عن البوبوليشن ريجريشن موديل. تمام، ده الاكشوال سيستم، والاستيميتد اللي هي الواي هات ده عباره عن ايه؟ الموديل اللي بيريبريزنت السيستم الحقيقي. تمام، يعني عشان كده دايما المعادله الاولانيه دي زي ما قلت قبل كده ان احنا بنسميها دي عباره عن الموديل وده عباره عن الاكشوال سيستم، كان ده استيميشن لده او ده بيريبريزنت ده. دايما اول ستيب لما تيجي تعمل استيميشن لاي موديل يو هاف تو سبيسيفاي الموديل. فاول ستيب اللي هي الموديل سبيسيفيكيشنز، لو تفتكروا في اول محاضره ما كنت بتكلم على الستيبس. تمام، كانت اول ستيب ان انا بحدد الموديل اللي انا عايز اقيسه. تمام، فالموديل ده معناه ايه؟ ان انا بحدد اولا مين الديبندنت فاريبل، تحدد الديبندنت فاريبل من الريست اللي انت عايز تقيسه. انا عايز اقيس الديماند، يبقى الديبندنت فاريبل بالنسبه لي هو الديماند. بعد ما حددت الفاريبل اوف انترست بتاعي ابدا افكر بقى مين الاندبندنت فاريبلز اللي بتاثر فيه. دي الخطوه رقم 2، يعني ببدا احط لسته كده بالاندبندنت فاريبلز اللي ممكن تاثر في الواي بتاعتي او الديبندنت فاريبل. بعد كده ابدا اجمع الداتا الخاصه بالفاريبلز كلها اللي في الموديل. يعني مثلا لو انا عايز اعمل موديل يقيس مثلا البيجيننج سالري، يبقى انت بالنسبه لي الفاريبل اوف انترست او الديبندنت فاريبل هو البيجيننج سالري. ابدا اشوف بقى ايه اللي بيأثر في البيجيننج سالري، هنلاقي مثلا الاديوكيشنال ليفل، هنلاقي الاكسبيرينس، هنلاقي مثلا على سبيل المثال الوظيفه اند سو اون. دي كلها عباره عن اندبندنت فاريبلز. لو انا عايز اقيس الديماند فانكشن، يبقى الديماند بالنسبه لي ده الفاريبل اوف انترست او الديبندنت فاريبل. ابدا بعد كده من خلال الليتريتشر ريفيو ابدا اشوف الناس قالت قبل كده مين اللي بيأثر في الديماند، هنلاقي مثلا البرايس، هنلاقي الانكم اند سو اون. يبقى دي بالنسبه لي الاندبندنت فاريبلز. بعد كده خلاص حددت الفاريبلز، عملنا الفورموليشن بتاع الموديل، ببدا اجمع الايه؟ الداتا بتاعتي. عشان نعمل استيميشن للموديل الطريقه دايما اللي بيستخدموها اللي هي الاو ال اس او الاوردينري ليست سكويرز. خلاص، الاو ال اس دي او الاوردينري ليست سكويرز دي سموها بهذا الاسم ليه؟ لان هي بتحاول تمينيمايز السم اوف سكويرز ايرور. يعني انا لو رجعت تاني على الموديل اهو، ده الايرور ازاي؟ الاو ال اس بتحاول تعمل ايه؟ بتعمل مينيمايزيشن للسم اوف سكويرز ايرور. طب ليه السكويرز؟ لان الايرور زي ما انت شايف في حاجات من تحت بالنيجاتيف، في حاجات بوزيتيف. لو انت عملت مينيمايزيشن للايرور ممكن يطلع الايرور زيرو،
لكن النقط بعيده قوي، دي بعيده جدا ودي بعيده جدا، تمام. وبالتالي بيعملوا عشان يتلاشوا الحته دي بيجيبوا السكويرز بتاعه الايرور عشان يلغي النيجاتيف وبمينيمايز الايه السكويرز دي. فهي الاو ال اس دي سموها بهذا الاسم لان هي الغرض منها انها بتمينيمايز السام اوف سكويرز ايرور. حتى الايكويشنز بتاعتها لما بيشتقوها من البدايه دي، يبقى انا عايز امينيمايز السام اوف سكويرز ايرور، مش الايرور هي عباره عن الواي ماينس الواي هات اللي هي الاي واي ماينس الواي هات، يبقى السكوير هي عباره عن الواي ماينس واي هات سكوير. الاي ده معناها الاوبزرفيشنز، ده اندكس عشان الاوبزرفيشنز يعني. يعني كاني في الاخر عايز امينيمايز السام السيجما بتاعت الاي اي سكوير والاي فروم 1 تو ايه تو ان. والاي زي ما قلنا هي عباره عن الواي ماينس الواي هات، ادي الواي، والواي هات هي عباره عن الايه الايكويشنز بتاعت الايه اللي احنا الاستيميتد موديل اللي كتبناها قبل كده، وادي السكوير. المفروض ان انا بفك السكوير بتاع الايكويشن دي، تمام، وبعد كده ببدا استخدم الفكره بتاعت الايه الديريفاتيفز. فاكرين في الكالكولس لو انا عندي فانكشن وعايز اجيب المينيمم بوينت او الماكسيمم بوينت، الاول بجيب الفيرست ديريفاتيف واسويها بالصفر، هيطلع لك عدد من الايكويشنز بعدد البارامترز اللي فيه اللي هي البيهات الموجوده دي، تمام. الايكويشنز دي بتحلها مع بعض سيمالتينيسلي عشان تطلع قيمه الايه البيهات. بعد كده بجيب السكند ديريفاتيف عشان اتاكد ان هي مينيمم او ماكسيمم. لو كانت مينيمايزيشن السكند ديريفاتيف بتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بتبقى بوزيتيف. ولو كانت ماكسيمايزيشن السكند ديريفاتيف بتبقى نيجاتيف. ده الكلام الايه الباك جراوند بتاع الموضوع ده عشان في الاخر يوصلوا للايكويشنز اللي هيستخدموها في ايجاد القيم بتاعه البيتا نوت والبيتا 1 والبيتا 2 اند سو اون. طبعا هنا مش هيبقى فيه فورمولاز زي اللي في الثانيه، يعني الثانيه لو تفتكروا عطيت لكم انا معادلات بنحسب بيها البيتا 1 والبيتا، البيتا 0 والبيتا 1، تمام، اللي هي كانت ان سيجما اكس واي من سيجما اكس وسيجما واي على ان سيجما اكس سكوير ماينس سيجما اكس التوتال سكوير. دول عشان بس كان ايه تو فاريبلز سامبل موديل اكس وواي مفيش غيرهم، لكن هنا عندك عدد كتير فدايما بيحلوها بالماتريسيز، بتتعمل بالماتريسيز، وبالتالي بالايد بتبقى صعب قوي ان هي تتعمل. وبالتالي هنا مش هدي لك ايه معادلات بقى ولا كلام من ده، بس هو فاهم بس الفكره ان اللي هو ال اس دي بتعمل مينيمايزيشن للسام سكويرد ايرورز او ريزيدوالز زي ما قلنا قبل كده. ده اللي هو السوفت وير بيعمله، يعني انت مش غيرش بقى بالك بده، ده اللي هو في الاخر هيطلع لي القيم بتاعت الايه البيتاز دي كلها اللي هي الريجريشن بارامترز الموجوده في الموديل. الفكره بتاعت هولدنج الاذر اندبندنت فاريبلز كونستنت، لان القيم بتاعت الايه اما اجي ابص على بيتا 1، البيتا 1 دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن التشينج ريت اوف واي، تمام، وذ ريسبكت تو 1 يونت تشينج ان ايه ان اكس 1، تمام، holding كل الاكس از ايه كونستنت. ادي معناها ايه معنى الكلام ده، يعني عشان كده ده بيسموه المارجنال ايه المارجنال افكت، تمام. ليه مارجنال؟ لان هو بتكلم على تغير الاكس بون يونت مع بقاء الاكسات الايه الباقي زي ما هي. فالبيهات طبعا بنسميها ريجريشن كوفيشنز او بنسميها سلوبس زي ما قلنا قبل كده. ده طبعا في كده كونسيبت بيسموه سيترس بيربوس، دي حتى دايما في الايكونومكس بيقول لك الكلام ده، اللي هي دي اصلا كلام اعتقد يوناني وبيستخدم في الانجليزي بمعنى مع بقاء العوامل الاخرى على حالها. اوكي، عشان فاهمين ان هنا مش معناها ان كل الفاريبلز تتغير ات سيم تايم، لا، ده انا بفترض ان واحده هيتغير مع بقاء الباقي ثابت، والا لو كان لان العلاقات بين الفاريبلز وبعضها في تداخل، لو ما كانش الكلام ده ما ثبتوش مش هقدر احدد التاثير بالظبط كام. الاندبندنت فاريبلز بالظبط عشان نشوف حاجه مشكله اسمها المالتي كولينيارتي، هنتكلم عنها في اخر الشابتر ده ان شاء الله. انا هنا بالنسبه لي ادي مثلا ادي الواي ده اللي هو الديبندنت فاريبل بتاعي، اوكي، والواي فيها فاريشنز اهو، ده الفاريشنز الموجود في الواي، جزء من الفاريشن ده اكسبلند باي مين؟ باي اكس 1، تمام. لو حطينا فاريبل ثاني هتلاقيه بيشرح جزء من ده اند سو اون، فاكرين الار سكوير لما اتكلمنا عنها، تمام. طب كل ما بتزود عدد الفاريبلز هتزيد قيمه الايه الار سكوير، نتيجه ليه؟ ان كل فاريبل هيكسبلين جزء من الفاريشن اللي موجود في الواي. فالشادد اريا هنا نقصد بيها هي قيمه الايه الجزء الاكسبليند من الفاريشن الموجود في الواي باي اكس 1، وبالتالي لو عندي اكس 1 بس يبقى الجزء ده هو هيمثل ايه الار سكوير، تمام. ادي لو عندي اكتر من فاريبل اهو بالشكل ده، يبقى ادي اكس 1 اكسبليند الجزء ده،
وx2 explained الجزء ده وفي جزء بينهم intersected ما بين الx1 والa والx2 نتيجة ان x1 وx2 هيبقى فيهم بينهم correlation مع بعض تمام. وبالتالي لو انت عايز تطلع الجزء بس التغير اللي حصل في الواي نتيجة للتغير في الاكس هيبقى عبارة عن الحتة دي بس تمام. والجزء اللي حصل التغير في الواي اللي explained by x2 بس الحتة الايه اللي من الفتحة دي. التغير الاثنين مع بعض هو الجزء اللي ايه اللونه الشيدد ده. وبالتالي ايه هنا في الحته دي فصل بقى الجزء ده اخذ الحته دي لوحدها ده الجزء اللي راجع عن ايه عن اكس 1 اهو اللي هو اللي على اللي على اليمين ده. وبعدين الجزء الثاني اللي هو راجع ليه الاكس 2 اللي هو الجزء ده تمام. والجزء المشترك اللي هو الجزء الايه الغامق يعني. ادي معنى الكلام ده يعني ده هنا التاثير بتاع اكس 1 تمام على الواي لو انا استبعدت الايه الاكس 2 وهنا تاثير اكس 1 على الواي في وجود اكس 2 في وجود اكس 2 ادي معناها كده. دي اللي هو ايه خدنا الحتت الايه اللي في النص دي وفصلناها بره الرسمه اوكي. دلوقتي الفكره بتاعت الكلام ده ان هو عايز يقول ايه. انت دلوقتي اصلا الواقع x1 موجوده واكس 2 موجوده والواي موجوده. فلما انا بقول ان اكس 1 هتتغير تمام ايه معدل تغير واي بالنسبه لاكس 1 مع بقاء الاكس 2 ثابت. طبعا هنا لو انت في الموديل اصلا حذفت اكس 2 من الموديل وخدت بس في الاعتبار اكس 1 في الواقع اكس 2 موجوده وبالتالي تاثيرها موجود. فده اللي احنا بنسميه الاوميتد فاريبل بايست. يعني مش احنا قلنا قبل كده الايرور فيه كذا حاجه من ضمنها الاوميتد فاريبلز. انت اي فاريبلز ما خدتهاش في الاعتبار ليها تاثير موجود في اليو. فعدم انك انت تاخد في الاعتبار اكبر قدر ممكن من الفاريبلز بيخلي قيمه الايرور بتعلى. وبالتالي ان انا اشيل فاريبلز كثيره من الموديل دي حاجه مش كويسه. وبالتالي عشان كده بنقول لك يعني هنا في الخطوه بتاعه الموديل سكيشنز بتحصر اكبر قدر ممكن من الفاريبلز وكل الفاريبلز اللي تقدر تقيسها بتدخلها في الموديل وتسيب الموديل هيقول لك مين السيجنيفيكانت ومين لا تمام. ده عشان تقدر تطلع موديل كويس. لكن ما انت ما تبداش من البدايه ان انا اقلل الموديل ممكن هو يطلع لك كمان فاريبل ولا اثنين انسيجنيفيكانت تلاقي الموديل بتاعك في الاخر فاضي. في حته الايه الاوميتد فاريبل بايس دي دايما بتبقى موجوده انك انت ما تقدرش انك انت تشيلها من الموديل. فبنقول if x2 is not related to y لو كانت x2 مش مرتبطه بالy then x2 is not in the error term مظبوط. لكن لو كانت x2 ليها تاثير في الy وبالتالي قيمه الx2 موجوده في الايه في الايرور تيرم. وبالتالي دايما لو انت بعض الفاريبلز اللي مالهاش تاثير وما خدتهاش في الاعتبار دي مش مشكله. لكن الفاريبلز اللي لها تاثير على الواي ما خدتهاش في الاعتبار بيترتب عليها ان في بايز في الموديل بتاعك وده هينعكس على الايه. ما لو مش هياثر مش هناخده. ما احنا بنقول لو اكس 2 مالهاش علاقه بالواي دي ما فيهاش مشاكل. لكن لو الاكس 2 ليها علاقه بالواي وما خدناش في الحسبان هيبقى لها تاثير في الموديل تمام. والتاثير هيبقى بالنيجاتيف ان كل ما قيمه الايرور بتزيد كل ما الار سكوير بتاعتك بتقل. والار سكوير اللي هي عباره عن الجودنس اوف فيت بتاعه الموديل ان مدى مناسبه الموديل للداتا اللي عندك. طب انا اصلا هعرف منين من الاول وانا بحط الفاريبلز الاكس 2 مؤثره او مش مؤثره في الواي؟ يعني انا من الاول بدرس مثلا احنا في الاول اول مرحله دايما بتبقى مرحله الموديل بيلدينج ان انا بعد ما بحصل الفاريبلز ببدا ارسم كل فاريبل مع واي بنرسم حاجه اسمها سكاتر جرام. دي لسه المحاضره اللي بعد دي هنتكلم بعد ما اشرح كل المودلز ازاي بقى تبيلد الموديل ده. فانا ببدا ارسم السكاتر دايجرام الواي مع الاكس 1 والواي مع الاكس 2 والواي مع الاكس 3 اند سو اون اللي هي كل الفاريبلز اللي انا بعتقد انها بتاثر في الواي لوحده كل حاجه لوحدها. وبناء عليها لقيت مثلا واحده منهم مالهاش الرسمه طالعه نقط حوالين بعض كده مش واخده اي شكل من الاشكال وبالتالي بقى اكس 2 مثلا مالهاش علاقه بالواي يبقى دي هتستبعد. لقيت اكس واي اكس 1 مرتبطه بالواي لينيرلي يبقى المعادله بتاعت الاكس 1 مع الواي هتبقى لينير. الاكس 3 مثلا مرتبطه بالواي كوادراتيك يبقى هتبقى كوادراتيك. دي مرحله الموديل بيلدينج بحيث يبقى الموديل يبقى فيه اكس واكس سكوير وكيوب وليج ولون ولين ولوج والحاجات دي كلها. وبعد كده ببدا اعمل له ترانسفورميشن عشان احوله الى ايه؟ الى لينير. فدي مرحله الايه؟ الموديل بيلدينج. فدي بس لما اخلص كل المودلز نفهمها هقول لك ازاي تبني بقى الموديل تمام؟ لسه جاي بعد الاستيميشن. المرحله دي انا ممكن احدد منها اذا كان
بعد ما ببني بعد السكاتر ديجرام ده بستخدمه عشان ابيلد الموديل، احط الايكويشن بس، افورموليت الايكويشن. بعد المرحله دي ببدا مرحله الايه، الاستيميشن، ان انا اقيس البارامترز، وبعد البارامترز بعمل تيستنج بقى اشوف السيجنيفيكانس والكلام ده كله. يعني دي مرحله دايما ايه، دايما لاحقه يعني. طيب هوفي من الداتا، حسب بقى انت جمعت الداتا كوتشنير ولا سكند ريسورسز. عدد الفاليز الليتريشر ريفيو، انت بتشوف بقى، انت مثلا بتشوف الناس الدراسات السابقه اللي كانت بتقيس الديماند ايه الفاليوز. هتلاقي في ناس قالت مثلا ايه البرايس والانكم والتيست، وممكن يكونوا قاسوا التيست بطريقه معينه تعرف قاسوا ازاي. في ناس مثلا لو بتقيس الطلب على السيارات قال لك عدد الكيلومترات المرصوفه في الدوله. في ناس مثلا بتاخد الانفليشن ريت، فانت بيزد على البريفيس ستادز بتجمع اكبر قدر ممكن من الايه، من الفاريبلز، وتبدا تحدد ايه اللي انت هتاخده وايه اللي مش هتاخده بناء على ايه اللي، ايه الداتا اللي موجوده. في حاجات مش موجوده عنها داتا، في حاجات مش عارف تقيسها فهتستبعد، وهكذا. يعني ده بيتم في المرحله الاولى اللي هي مرحله بناء الموديل، ده بيزد على القرايه، تقعد تقرا كتير عشان تحدد ايه الفاريبلز اللي هتاخدها في الحسبان. هو في بعض الكلام بقى الثيوريتيكال على الخصائص بتاعته الاو ال اس. يعني في طبعا طرق كتيره غير الاو ال اس، اشهرهم برضو في طريقه تانية اسمها ماكسيمم لايكلي هود ميثود. الاو ال اس بتتميز ان هي بيسموها البيست لينير ان بايزد استيميتر. ليه؟ لانها بتحقق بعض الايه، بعض الخصائص. الخصائص دي طبعا انا شارحها هنا بالتفصيل، لكن مش هستوعبها عارفها ان ديتيلز يعني، بس عارف بس ايه جنرالي كده. لان احنا الكورس ابلايد، فالجزء الجانب الثيوريتيكال يعني ما تتكاش عليه قوي. اوكي، فعشان ليه الاو ال اس دي بيسموها البيست لينير ان بايزد استيميتور؟ عشان بتحقق بعض الايه، الخصائص. فعشان تضمن ان هي تبقى كده فعلا، لازم اولا الاسامبشن الاولاني ان الموديل بتاعك از لينير ان ذا بارامترز. يعني لو كان الموديل نون لينير في البارامترز خلاص الاو ال اس ما تنفعش. خلاص، الخاصيه الثانيه ان الداتا ار كولكتد ثرو اندبندنت راندوم سامبلنج. يعني معنى ايه؟ ان الاوبزرفيشنز مالهاش علاقه ببعض، مفيش ارتباط بالاوبزرفيشنز بعضها البعض، يعني لازم تبقى راندوم سامبل. اوكي، لو السامبل از نوت راندوم هيطلع لك مشكله في الايه، في الريجريشن. اوكي، الحاجه الثانيه ان الداتا ار نوت بيرفكتلي مالتي كولينير، يعني الاكسس نفسها المفروض تبقى ايه، ان كورليتد. لو في بينهم كورليشن ما يبقاش ايه، ما يبقاش عالي. فالبعض قال لك هنا، لسه هنتكلم طبعا عن المالتي كولينيرتي دي ان ديتيلز. المالتي كولينيرتي احد الطرق اللي انا بشوف فيه مالتي كولينيرتي ولا لا، ان انا بجيب الكورليشن ماتريكس بين الاكسات وبعضها البعض. لو ايه بعض الكورليشن اعلى من البوينت 8، يبقى ده مؤشر ان عندك مشكله المالتي كولينيرتي في الداتا بتاعتك. تمام، ليه علاج او ليها علاج هقول لك بعد كده هتعالج ازاي. فالمفروض يبقى الفاريبلز بتاعتك not perfectly multi. كلمه perfect يعني الكوريليشن بكام؟ 1. تمام، يعني انت لو لقيت two variables الكوريليشن بتاعهم قريب من ال1، يبقى دول هيسببوا لك مشكله في الموديل. فهم عشان كده الناس قالوا 4.8، يبقى انت في هذه الحاله عندك مشكله مالتي كولينيرتي. اوكي، الايرور تيرم لازم المين بتاعه يساوي 0، ودي مقوده بتحصل امتى؟ ان اللاين بتاعي بيتوسط الايه، النقط بالظبط، بحيث ان الايرور النيجاتيف بالظبط قد الايرور الايه، البوزيتيف. اوكي، ده هيخلي الخاصيه دي موجود. خامس حاجه ان الايرور تيرم از ان كورليتد، اللي هي مشكله هنسميها بعد كده اوتو كورليشنز. يعني المفروض القيم بتاعه الريزيدوالز ما فيش بينهم علاقه ببعضها البعض، قيم الريزيدوالز مع نفسها. يعني القيمه الاولى مالهاش علاقه بالثانيه، والثانيه مالهاش علاقه بالثالثه. مش عشان الاولى نيجاتيف فالثانيه بوزيتيف، لا، مالهمش علاقه ببعض خالص. فدي مشكلة هنتكلم عنها بعد كده اسمها اوتو كورليشن. تمام؟ بنعرفها بحاجة اسمها ديربن واتسون، بتطلع مع الريجريشن اناليسيس. ببص على الرقم بتاع ديربن واتسون ده، لو الرقم قريب من ال2 يبقى ما عنديش مشكلة اوتو كورليشن، الرقم بعيد عن ال2 يبقى عندي مشكلة اوتو كورليشن. اوكي؟ فلو اتحققت الخصائص دي، عشان كده دايما بعد ما بنعمل الريجريشن موديل لازم اتحقق ان الحاجات دي موجودة. تمام؟ ان لو الحاجات دي موجودة اوكي، يعني ما عندكش اوتو كورليشن، ما عندكش مالتي كولينيرتي، المين بتاعك زيرو، الكلام ده كل ده متحقق عشان تبقى الطريقه تطلع ايه، اللي هي البيست لينير ان بايزد استيميتر. بحيث يبقى الاستيميشن اللي انت حصلت عليه قيم البيهات البيتا دي، يعني بيتا 1 و2 والكلام من ده، يبقى القيم بتاعتها قيم قريبه من الواقع، من القيم بتاعت البوبليشنز اللي هي الانون.
تمام؟ عشان كده دايما بعد ما بنعمل الريجريشن موديل لازم تشيك على الحاجات دي، تمام؟ هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل، كل حاجه من دي ليها ايه شابتر لوحده. هنتكلم على شابتر المالتي لينيارتي، هنتكلم على الاوتو كورليشن في شابتر، هنتكلم على حاجه اسمها هيتروستاتستي في شابتر، وهنتكلم على النورماليتي بتاعت الريزيدوالز في شابتر لوحده، عشان اتاكد بس ان فعلا الاستيميشن اللي انا حصلت عليه من السوفت وير ان ده بيمثل البوبليشن تمثيل جيد، ان اصلا البوبليشن انون فانا ما اعرفوش، وبالتالي عشان اقول ان ده بيمثل ده تمثيل جيد لازم الخصائص دي كلها تتحقق. كل طبعا واحده من دي مشروحه بالتفصيل. اولا ان الاسامبشن الاولاني ان الموديل بتاعي يبقى لينير في البارامترز، معناها انه واخد الشكل اللي انت شايفه ده، مفيش اي بارامتر عليه سكوير، مفيش اي بارامتر مرفوع للباور بتاع الاكس، مفيش اي بارامتر مضروب في الثاني. ان في بعض المودلز هتلاقي ان واي بتساوي بيتا 1 بيتا 2 اكس 1 تايمز اكس 2، في مودلز كده، فهنا اصبح نان لينير في البارامترز فده ما ينفعش. يبقى احنا هنا بنتكلم على المودلز اللي هي الجنرال فورم بتاعها، المنظر اللي احنا شايفينه ده، ان كل الفاريبلز ار لينير والبارامترز كلها لينير بالشكل اللي احنا شايفينه ده. امتى بفايوليت الاسامبشن الاولاني؟ لو عندك اي شكل من الاشكال ده اهو، لين بيتا 1 اكس 1، خلاص اصبح كده ايه، عملنا فايوليشن للاسامبشن ده لان اصبح نال لينير في البارامترز، خلاص وهكذا. اوكي، الاسامبشن الثاني ان الداتا لازم تبقى كولكتد ثرو السامبل راندوم سامبل. دي هتتاكد منها ازاي؟ دي وانت بتجمع الداتا تتاكد ان الداتا بتاعتك از راندوملي كولكتد. طبعا في طرق كتيره قوي لتجميع الراندوم سامبلز، من الراندوم سامبل، السامبل راندوم سامبل، في كلاسترد، في ستراتيفايد، في انواع كتيره للسامبلنج اللي هي بنسميها البروبابيلتي سامبلنج. فانت لازم تستخدم طريقه من الطرق او سيستماتيك سامبلنج، كل دي طرق بتوصلك في الاخر للراندوم سامبل. فلازم تراعي وانت بتجمع الداتا بتاعتك ان هي تبقى راندوملي كولكتد، تمام؟ فدي طبعا في الريسيرش ميثودولوجي هتاخدوا شابتر كامل على السامبلنج، هتدرس نوعين من السامبلنج، البروبابيلتي والنون بروبابيلتي. البروبابيلتي سامبلنج ان كل الاوبزرفيشنز ليها ذا سيم اوبورتيونيتي تو بي سيلكتد في السامبل، دي اسمها بروبابيلتي سامبل. النون بروبابيلتي سامبل مش كل الاوبزرفيشن ليها ذا سيم اوبورتيونيتي تو بي سيلكتد. يعني مثلا انا عايز اجمع سامبل من الطلبه وهم خدكم انتوا خلاص، يبقى اصبح بقيه الطلبه ما لهاش نفس الفرصه ان هي تبقى من ضمن الايه السامبل، فدي تعتبر دي بنسميها نون بروبابيلتي سامبلنج. لكن لو كل الطلبه لها نفس الفرصه وجبت كشوفات واخترت راندوملي من الكشوفات بتاعه الطلبه كلها، يبقى اصبح كل الطلبه لها نفس الايه، ليها نفس الاوبورتونيتي، فدي بنسميها راندوم سامبل. ازاي بقى تحقق الراندوم سامبل دي؟ ليها طرق كتيره، تمام؟ فانت لازم تتاكد طبعا دي ان الاسامبشن ده متحقق، ان الداتا بتاعتي از راندوملي كولكتد. طبعا عشان الاسامبشن ده امتى هيبقى فايوليتد؟ لو انت جمعت الداتا بطريقه الكونفينينت سامبلنج اللي انا بقول عليها، ان انا اخدكم انتوا بس كسامبل وخلاص على كده عشان انتوا متاحين قدامي، فده هيترتب عليه في الاخر ان السامبل بتاعتك از نوت راندوم، وبالتالي مش كل الانديفيدجوالز او كل الاوبزرفيشن ليها ذا سيم اوبورتونيتي تو بي سيلكتد، وبالتالي انت يبقى فايوليت الاسامبشنز بتاع الراندومنس. الداتا ار نوت بيرفكتلي كولينير. بيرفكتلي كولينير يعني فاكرين امتى الكورليشن بيطلع بيساوي 1؟ لو الفاريبل مع نفسه، او الفاريبل مع المقلوب بيطلع ماينس 1. فانا في هذه الحاله لو انا عندي اكس مثلا بيساوي 1 2 3 4 5 واكس 2 بتساوي 5 4 3 2 1، هنا الكورليشن بينهم بيساوي كام؟ ماينس 1. ده بنسميه بيرفكت كورليشن. فلو انت عندك فاريبلز النوعيه دي مش هينفع انك تدخل التو فاريبلز دول في نفس الايه الموديل، فبختار بس واحد منهم اللي انا بدخله في الموديل والثاني لا، تمام؟ فانا لازم اتاكد ان الفاريبلز بتاعتي كلها از نوت بيرفكت كولينير. بنتاكد منها ازاي؟ في كذا طريقه طبعا هندرسها بالتفصيل، اشهرهم في حاجه اسمها الفي اي اف، بنحسب حاجه اسمها الفاريانس انفليشن فاكتور. الفاريانس انفليشن فاكتور ده لو قيمته اقل من 10 يبقى انا ما عنديش مشكله مالتي كولينيرتي، لو قيمته اعلى من 10 يبقى عندك مشكله مالتي كولينيرتي، خلاص هندرسها بالتفصيل. لا لا لا، الفي اي اف ده حاجه ثانيه. انك انت تشوف الكورليشن بس ده كان بيشوفها 0.33، انا هنا بقول 0.8، يعني عشان يبقى في مالتي كولينيرتي الكورليشن بين الاندبندنت فاريبلز يبقى اعلى من ال 0.8. هي نفس الطريقه اللي هو نفس الطريقه، فبنحسب حاجه اسمها الفي اي اف،
وفي حاجه اسمها الكونديشن اندكس تمام والكورليشن. دول ثلاث طرق بيستخدموها دايما عشان يعرفوا في مالتي كونيارتي ولا لا. فدي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل. اوكي، المفروض الايرور تيرم يبقى هاز مين زيرو. بتروح طبعا الايرور تيرم فالاكسبكتد فاليو بتاعته بتساوي صفر. طب دي هجيب انا ما عنديش الابسون ده او الاي دي، يبقى بشوف الريزيدوالز واحسب الافرج بتاع الريزيدوالز هل هو فعلا زيرو ولا لا. هتلاقيه بيطلع دايما 0.56 صفار وبعدين رقم اللي هو تقريبا زيرو. اوكي، فدي دي برضو لازم اتاكد منها. القيم بتاعه الايرور تيرم بيبقى ملهاش علاقه بالايه بالاكسات وملهاش علاقه ببعضها. يعني قيم الريزيدوالز ان كورليتد والريزيدوالز مع الاكس 1 ما لهمش علاقه ببعض ومع الاكس 2 ما لهمش علاقه ببعض. فانت لو حسبت الكورليشن ما بين عمود الريزيدوالز اللي احنا بنحسبه ده مع كل الاكسات هتلاقي الكورليشن ارقام صغيره اللي هي ارقام اللي هي بتطلع اقل من 0.33. كمان قيم الكورليشن نفسها مع بعضها او قيم الريزيدوالز مع بعضها ان كورليتد. دي هي مشكله الاوتو كورليشن اللي هي بنعرفها بحاجه اسمها ديربن واتسون. اوكي، برضو في طرق كتيره هنتكلم عنها ازاي تكتشف المشكله دي. الاسامبشن ده لو كان فايوليتد ده طبعا بيأثر بالنيجاتيف على الايه على الموديل، وبالتالي الطريقه بتاعت اللي هو الاس مش هتبقى فاليد، مش هتديك قيم ايه قيم صحيحه. الاهميه طبعا الاسامبشنز دي انها تتحقق. لو كانت متحققه يبقى معنى كده كل الاوتبوتس بتاعت الريجريشن موديل اللي طلع كلها تعتبر فاليد. ان كل ده بينعكس على ايه؟ هيطلع لك ار سكوير مش مظبوط، تطلع الار سكوير عاليه وهي اصلا ضعيفه، يطلع لك الموديل انسيجنيفيكانت وهو اصلا سيجنيفيكانت، يطلع لك او العكس يطلع الموديل سيجنيفيكانت وهو انسيجنيفيكانت وهكذا. يعني بتخلي كل البارامترز والاوتبوتس اللي بتطلع في الموديل مش مظبوط، وبالتالي هتبقى الاستيميشن اللي احنا طلعنا بيه هيبقى بايزد وما هيش لينير وما هيش الخصائص بقى بتاعتها اللي هي البيست لينير ان بايز استيميتور. كل الخصائص دي مش هتحقق في القيم، وبالتالي الموديل ده لما تيجي تستخدمه في الفوركاستنج هيطلع لك فوركاستنج بعيد عن الواقع. لما تيجي تستخدمه في تفسير العلاقه بين المتغيرات التفسير هيبقى مش واقع. تمام، فعشان كده لازم اتاكد من ان الحاجات دي كلها اتحققت في الموديل بتاعي. الخاصيه الاخيره ودي اضافيه، يعني المفروض الفارينس بتاع الايرور بيبقى كونستانت. تمام، يعني ايه كونستانت؟ يعني لما ترسم اهي الرسمه اهي، بص ما تلاقيش النقط عامله كده بالمنظر ده او العكس بتاعه. هنا الفارينس بص كل ما ده عمال بيوسع، مش الفارينس هو بعد القيم عن الايه عن المين. المين هو هنا كانه اللاين ده. تمام، فهنا كل مدى القيم بتوسع غير ده. يعني هنا ما عنديش مشكله هيتروستاتستي، تمام، وهنا في مشكله هيتروستاتستي. هو ساعات بيكتبوها بالكي او بالسي، الانجليز بيكتبوها بالكي والامريكان بيكتبوها بالسي، ودول بينطقوها هيتروستاتستي ودول هيتروسكيداستيستي. تمام، فتمشي كده وتمشي كده. فانا طبعا لما برسم السكاتر دايجرام بتاعي بيبان من منظر النقط، منظر النقط كده. طبعا مش لازم تبقى يعني بالملي كده، بس ما تبقاش واخده المنظر اللي هو ده او العكس بتاعه. تمام، لكن لو في ديفيجنز بسيطه مفيش مشكله. خلاص، يبقى انا هنا ما عنديش مشكله هيتروستاتستي، لكن هنا عندي مشكله هيتروستاتستي. طبعا دي هنتكلم عنها برضو شابتر كامل عن المشكله دي، ازاي يعني تعرفها ايه، ازاي تكتشفها وازاي تعالجها. نفس الكلام مشكله المالتي كونيارتي هنتكلم عن تعريفها بالتفصيل، ازاي اكتشف ان عندي مشكله ولو في مشكله ازاي تعالجها. والاوتو كورليشن نفس القصه، والنورماليتي بتاعت الريزيدوالز، بس النورماليتي بتاعت الريزيدوالز ده اوبشنال كونديشن، يعني مش شرط يتحقق، لو ما اتحققش مش مهم، لكن الثلاثه التانيين لازم يتحققوا. يعني لازم ما يبقاش عندك هيتروستاتستي، ما يبقاش عندي مالتي كونيارتي، ما يبقاش عندي اوتو كورليشن. الثلاثه دول ضروريين لازم بيبقوا مش موجودين، دي بروبلمز تبقى موجوده في المودلز. النورماليتي بتاعت الريزيدوالز ده اوبشنال، مش شرط يكون متحقق او لا. تمام، فدي ايه، ادي معنى الاسامبشن السادس، ان المفروض ان الفاريانس بتاعت الريزيدوالز تبقى كونستنت. اوكي، المفروض لو الست اسامبشنز دول اتحققوا في الموديل بتاعك يبقى انا في هذه الحاله اللي هو الاس بتاعتي هتبقى ذا بيست لينير انبايزد استيميتور، يعني افضل طريقه. تمام، تو استيميت الايه البيتا 1 والبيتا 2 لغايه البيتا كي اللي عندنا في الموديل.
تمام. لكن لو الخصائص دي مش متحققه يبقى الـ طبعا كلمه استيميتور هي الطريقه. البيتاز نفسها بنسميها استيميتس، يعني في فرق بين كلمه استيميتس وكلمه استيميتور. الاستيميتور هي الطريقه اللي هتستخدم في الايه، في حساب القيم. اه بالظبط كده، الاستيميتور هي الطريقه اللي انا هستخدمها عشان استيميت الايه، البيتاز نفسها. يعني اللي هو الاس ده استيميتور، الماكسيمم لايكلي هود ده استيميتور، اوكي. لكن البيتا 1 والبيتا 2 دي بنسميها استيميتس اللي هي القيمه نفسها، اوكي. فلو كان الاسامبشن 6 متحققه هيبقى في هذه الحاله الاو ال اس بتاعتي هتبقى ذا بيست لينير ان بايزد استيميتور، هي افضل طريقه عشان احسب بيها البيتاز اللي عندنا. ده زي ما قلت بقى يعني ايه كلام كده ايه ثيوريتيكال، تبقى عارفه بس كده ايه للمعرفه. لكن كل ده ملوش علاقه بالتطبيق، لكن هوريك طبعا ازاي تتشيك على كل واحده بالتفصيل. اوكي طيب، التفسير بقى بتاع المالتيبل لينير ريجريشن. لو انا مثلا عندي حاجه زي كده، مثلا سعر البيت ومساحه البيت وعدد البيدرومز، يعني عايز اجيب، عايز اعمل موديل احسب بيه سعر البيت كام، تمام. فانا عندي هنا الديبندنت فاريبل هيبقى الهاوس برايس، سعر البيت او سعر الشقه، تمام. والاندبندنت فاريبلز اللي هو السكوير فيت المساحه بتاعته يعني، والبيدرومز عدد البيدرومز الموجوده في البيت او في الشقه. يبقى اصبح دلوقتي الموديل بتاعي ان الهاوس برايس بيساوي البيتا نوت بلس بيتا 1 في السكوير فيت بلس بيتا 2 في النمبر اوف بيدرومز زائد الايه، زائد الايرور. ده اللي هو سميناه ايه، الريجريشن، البوبليشن ريجريشن موديل، تمام. عشان اعمل له استيميشن فبجيب السامبل ريجريشن موديل اللي هي الواي هات بدل الكلام ده، يعني ممكن نسميها الهاوس برايس هات، ودي كل واحده من دي بالشكل اهو. ده لو انت رسمت اهو العلاقه ما بين كل فاريبل مع الواي، ادي السكوير فيت ده الاندبندنت فاريبل الاولاني ده اكس 1، وادي الواي اللي هو الهاوس برايس، وادي النقط بالشكل اللي انت شايفه كده. لاحظ كده لو انت رسمت الخطين اللي كنا عاملينهم اهم، هنا مفيش مشكله هيتروسيدستي، هنا نفس القصه، خليه لون تاني اهو، مش قوي يعني، مسافات اهو مش كتير، مش زي الثانيه، تمام. هو التست بقى بيطلع ارقام فبتبان يعني، تمام. يعني لو حاجات مش واضحه بالعين المجرده في تستات هنعملها، هقول لك في مشكله ولا مفيش مشكله بطريقه بسيطه يعني، اوكي. يبقى انا هنا ده السكاتر ديجرام اللي بيمثل الريليشن ما بين السكوير فيت مع الهاوس برايس، وده السكاتر ديجرام النمبر اوف بيدرومز مع الهاوس برايس، وهو ده اللي احنا بنعمله في مرحله الموديل بيلدينج، تمام. ان انا بمسك كل فاريبل ابدا اشوف شكل السكاتر ديجرام قد ايه. طبعا واضح من السكاتر ديجرام ان افضل تمثيل ليه هو اللينير، يعني النقط مش واخده لشكل كوادراتيك ولا كيوبيك ولا لوجاريتميك. طبعا هبقول لكم الاشكال دي عشان لما تشوف الشكل تبقى عارف هي لينير ولا كوادراتيك ولا كيوبيك ولا لوجاريتميك ولا لوجيستكس ولا في اسامي بقى كتيره هبقولها لكم. لا ده الموديل ده انا كاتبه، انا لسه الداتا دي، الداتا بشوف يعني، انا بعمل ده الاول ومن ده ببني بكتب المعادله بالشكل ده، يعني انا بناء على الشكل اهو بطلع المعادله. هو هيجيب لي الشكل وانا اللي هعمل البتاع ده؟ لا احنا بنرسم الشكل، انا بيبقى عندي الداتا بس، ده اللي بيبقى عندي، اللي بيبقى جيفن بالنسبه لي هي الداتا، تمام. انا عايز ابيلد الموديل، اول خطوه هنعمل ايه؟ همسك كل اكس ارسمها مع الواي وهرسم الاكسات مع بعض عشان اشوف في انتراكشن ولا لا. يا لسه في الشابتر اللي جاي هكلمك على الانتراكشن افكت. فالانتراكشن افكت دي بتعرفه ازاي؟ بترسم كل اكس مع الثاني وتشوف شكل سكاتر ديجرام، عاطي شكل واضح كده يبقى في انتراكشن افكت لازم ادخله في الموديل. دي مرحله الايه؟ الموديل دايجنوسيس، او انا ببني الموديل لازم اعمل الكلام ده. فانا بتبقى البدايه عندي هي الداتا، خلاص؟ بناء على الداتا دي ببدا اعمل دايجنوسيس. طبعا قبل الداتا لو انت بقى بتعمل البروسيس من اوله، انت الاول بتدرس الموضوع. اول حاجه بحددها مين؟ انا عايز اعمل موديل عشان احدد بيه اسعار البيوت تستخدمه الشركات العقاريه. يبقى اصبح بالنسبه لي الهاوس برايس ده الديبندنت فاريبل، تمام. ابدا بقى اقرا واشوف البرايس بيتحدد ازاي. هتلاقي في ناس قالت لك مساحه البيت، عدد البيد رومز، عدد الباث رومز، اللوكيشن، في جنينه ولا مفيش جنينه، الدور الكام، الحاجات دي كلها. ابدا اجمع كل الفاريبلز، كل الفاريبلز اللي بتاثر في الايه، في اسعار البيت. ابدا اجمع عنها الداتا، وبعدين ابدا اعمل مرحله الموديل بيلدينج.
ان انا ارسم بقى السكاتر ديجرامز دي، تمام، كل اكس مع الواي والاكسات مع بعضها البعض، وفي الاخر هطلع بالفورمولا بتاعه المعادله، فيها بقى الجزء كوادراتيك، فيها جزء لينير، زي ما تطلع اي شكل من الاشكال. هو الشكل عشان بيبين لك هي لينير ولا نوت لينير، تمام، لان الكورليشن هيقول لك في لينير ريليشن ولا مفيش، لكن مش هيبينها لك نوعها ايه، تمام. فعشان كده ده جنب ده، يعني دايما بنعمل في مرحله الدياجنوسيس بنعمل الكورليشن تبرير الكوزيتال ريجريشن الاول ونرسم رسمات عشان في الاخر اطلع بشكل الايه الموديل. فهنا واضح من السكاتر ديجرامز ان افضل موديل بيمثل الريليشن شيب هو اللينير موديل اللي احنا كتبناه ده، الجنرال فورم بتاعي. هروح بعد كده على الكمبيوتر هعمل له استيميشن، الاستيميشن هيطلع لي الاتي. لا ما بفترضش لينير، احنا عشان بندرس اللينير فاحنا بنفترض ان هو لينير، لكن انت في الواقع بتعمل ايه؟ هتروحي ترسمي السكاتر دياجرام ده، المنظر ده، ده انت شايفه النقط دي افضل حاجه امثلها بستريت لاين ولا امثلها ب كوادراتيك ايكويشن ولا كيوبيك ولا 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 هنا لا، ما هي عمرها ما تبقى ايه؟ لاين يتوسط النقط اهو، لاين يتوسط النقط اهو، النقط دي كان ريبريزنتد باللاين ده، تمام، لكن ما هوش كيرف، النقط لو في بقيتها ليها باقي كده فبقت كيرف اهو، ده برضو هنا ممكن امثل النقط دي بالستريت لاين يمثلهم، اوكي. لكن مثلا في لاندير هوريك يا فرانك اهو، جايه اهي الحاجات جايه، استعجلوا انتوا بس اهو اهو. فدي ما ينفعش اعملها لينير، بعيده قوي اهو، حتى هنا لما اتعملت لينير الار سكوير طلعت 66%، لما اتعملت نان لينير الار سكوير اتعلت، يعني اصبح معنى كده المعادله دي النان لينير دي، تمام، دي اكسبوننشال فانكشن. ايه بص المعادله عامله ازاي، بيتا نوت في اي اس بيتا 1 او اكس بيتا 1 اهي، ماشي. فدي اهي، ما دي معادله، فدي تعتبر ايه نان لينير في البارامترز. فهنا يبقى فهمت ليه لينير وليه نان لينير حسب شكل النقط، بشوف انا افضل تمثيل ليها ايه. لا مفيش ستاندرد، ايه انت بترسمي وانت اللي بناء عليه تعرفي الشكل ايه، بس لازم تبقى عارفه كل شكل معادلته ايه، بس يعني دي كده بنسميها اكسبوننشال فانكشن، عارفه ليه اس اكس اهي دي، تمام، يعني الواي بتساوي اس اكس، دي ده الشكل بتاعها، والعكس بتاعها اي اس ماينس اكس، تمام، واللوج بتبقى عامله كده عكس الكلام ده، يعني كل واحده لها شكل. فهبقى وقت ما اتكلم عن اللانير هبقول لكم الاشكال المختلفة وكل شكل المعادلة المناظرة بتاعته ايه، عشان وانت بتبني الموديل يبقى هنا مثلا علاقة، لو افرض دي كان الاكس 3 مع الواي، يبقى علاقة اكس 3 مع الواي تعتبر هنا ايه بالمنظر ده، فلما اجي ابني الموديل في الحتة بتاعت الاكس 3 تتكتب بالشكل ده، تمام، يبقى بيتا 3 مثلا في اي اس بيتا مثلا 4 اكس كده، اوكي. لينير واكس 2 كوادراتيك واكس 3 لوجاريتمك واكس 4، ما هي دي مرحله الموديل بيلدينج بقى، اللي انا بعمل دايجنوست الموديل عشان في الاخر احط الفورمولا، باين اعمل ترانسفورميشن احولها لينير لو ينفع لو هي في الفاريبلز يعني، وبكمل بقى الشغل. ما دي بنسميها البولينوميال ريجريشن، تمام، انك انت مثلا بتاخد معادله من الدرجه الثالثه، انك انت زودت عدد الفاريبلز، واحنا اتفقنا كل ما بتزود عدد الفاريبلز الار سكوير هتزيد، تمام، ما هي اكس واكس سكوير واكس كيوب كانك زودت فاريبلز، ما بالظبط كده، فهو كان ايه الاكس ده فاريبل الاكس سكوير ده فاريبل، وده كانك زودت عدد الفاريبلز فتلاقي الار سكوير هتعلى، ده مظبوط الكلام ده. لكن هل بقى سيجنيفيكانت ولا لا؟ هي دي الفكره. طيب فلازم نشوف السيجنيفيكانس بتاعها ايه. تمام؟
فهمنا كده الكلام ده يا جماعه؟ يبقى دي بعد ما خلاص جبنا الموديل والداتا، المفروض ان انا بعمل ران ريجريشن على السوفت وير، هيطلع لي الاوتبوتس دي اللي هطلع منها الايه الايكويشن. اوكي، دي الاوتبوتس اللي هتطلع لك على الاس بي اس اس. يعني ادي المالتيبل كورليشن كوفيشنت، وادي الار سكوير والادجست ار سكوير والستاندرد ايرور اوف ذا استيميت، وده عدد الاوبزرفيشنز، وادي هنا الكوفيشنت بتاعت ايه دي اللي هي البي، تمام، وادي الكونفيدنس انترفال والسيجنيفيكانس ليفل وكل الايه وكل الشكل اللي احنا شايفينه. فاصبح دلوقتي ادي الهاوس برايس هات دي اللي هي الواي هات بيساوي ادي الكونستنت بيتا 1 اكس 1 زائد بيتا 2 اكس 2، ادي المعادله زي ما احنا كاتبينها بالشكل اللي احنا شايفينه. تعالى بقى نشوف تفسير المعادله دي ايه. يبقى هنا بالنسبه لي القيمه بتاعه الانترسبت هي عباره عن البرايس هاوس لو كانت اكس 1 ب 0 والبيدروم ب 0، يعني ده كانه ايه الستارتنج برايس، ده الحد الادنى للسعر لو بيت ما فيهوش حاجه ولا في اوض اصلا، تمام. يبقى ده البيزك. لا 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 مش ده ريزيدوالز، ده ريزيدوالز، يعني ده كانه بيمثل ايه البيزك برايس، ده تبدا بقى اسعار البيوت بعد كده تزيد الستارتنج برايس بناء بقى على ايه، كل ما تزيد الاريا كل ما يزيد عدد الاوض النوم، يعني ده كان ده الحد الادنى. اعتبرها قيمه الارض. قيمه الارض قبل ما يتبنى البيت، يعني لسه لا اتبنى البيت ولا اتقسم كام اوضه ولا القصه دي كلها بالظبط، في النية ان احنا نبني. خلاص كده؟ طيب يبقى دي تعريف الايه؟ البيتا. اما اجي بقى على بيتا 1 اللي هي عباره عن المارجنال افكت بتاع السكوير فيت على البرايس، تمام؟ القيمه طبعا بوزيتيف، معناها ان في بوزيتيف ريليشن شيب بتوين الهاوس برايس والسكوير فيت، خلاص؟ كل ما يزيد السكوير فيت ب 1 فيت كل ما البرايس يزيد بكام؟ ب 56 دولار. تمام؟ يعني كل ما حجم البيت او الشقه يزيد ب 1 فيت 1 سكوير فيت كل ما البرايس هيزيد ب 56 دولار، يعني زي سعر المتر كده، تمام. طيب نفس الكلام بالنسبه لعدد البيد رومز، خلاص كل ما نزود عدد برضه العلاقه بصف كل ما عدد البيد رومز بتزيد كل ما سعر البيت بيزيد، خلاص. فلما عدد البيد رومز يزيد ب 1 يونت يعني باوضه واحده السعر هيزيد كام؟ 30606، 30606 زي شقه اوضتين او شقه ثلاث اوض، فكل زياده في عدد الاوض بيزود الايه؟ بيزود السعر 30606. انا مجرد بس بحدد له على الاس بي اس اس، هتخش على انلايز ريجريشن لينير، هتختار الديبندنت فاريبل اللي هو الهاوس برايس، وتختار الاندبندنت فاريبلز السكوير فيت والبيدرومز. اوكي، يطلع لك كل الاوتبوتس اللي احنا اللي انت عايزها. فهمنا كده القصه دي، تمام. طيب ده التفسير بتاع المعادله، طبعا كل ده ما هيطلع هقول لكم معاني الحاجات دي، او حتى واحنا هنا بالمره نبص عليهم كده ايه بص، عشان لما تطلع الشكل بتاع الاوتبوتس من الاس بي اس اس نبقى عارفين الشكل هيطلع ازاي. حاضر، هقول لكم دلوقتي. تعال نشوف معاني الكلام ده ايه. اولا المالتيبل ار، المالتيبل ار هو عباره عن المالتيبل كورليشن كوفيشنت. في حاله السامبل ريجريشن بنسميه ار بس، في حاله المالتيبل ريجريشن بنسميه مالتيبل ار. اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الكورليشن ما بين الواي والواي هات، يعني ده عباره عن الكورليشن كوفيشنت ما بين الاكشوال فاليو بتاعت الواي والبريدكتد فاليو اوف واي. هيطلع 0.8 وده رقم كبير طبعا قريب من الايه؟ من الواي. الار سكوير هو احسن طبعا، كل ما قيمه الواي تقرب من الواي هات، ادي معناها كده. كل ما الموديل بيعمل بريدكشن صح كل ما الار يقل، دي معناها كده بالظبط كده. الار سكوير طالع 67%، يعني معنى كده ان 67% من التشينجز اللي بتحصل في اسعار البيوت راجعه للتو فاريبلز دول.
هيتفضل 33% راجع للفاريبلز اخرى ما خدناهاش في الاعتبار، عدد الحمامات، مش عارف اللوكيشن، الحاجات دي كلها. فهمنا الكلام ده؟ بس اللي موجودين في الماضي. لا كار سكوير، لا في طريقه، في موديل، في طريقه نعمل بيها، لكن مش دي. تمام؟ لا لا، هو كل ما تقرب من الوان كل ما بيبقى احسن. تمام، مفيش حاجه لو اقل من كذا لا الموديل ده في حاجه غلط. لا لا مفيش. لكن انت لو كان الغرض الفوركاستنج كل ما الرقم ده اعلى كل ما بيبقى افضل، يعني ب 70 80% كده وانت طالع. لكن لو انا غرضي ان انا افسر الريليشن بين الفاريبلز، مش مهم حتى لو كان 2% مش قضيه. خلاص، الادجستد ار سكوير طالع كام؟ 58%. خلاص، 58% معناه ان ده دي بقى الاكشوال فاليو فعلا، يعني ده فعلا الاكسبليند فاريشنز في الواي الراجع على اكس 1 على اكس 2 هو 58% وليس 67%. فاكرين لما قلت لكم لما يبقى في جاب كبيره بين الرقمين ده تفسير معناه ايه؟ يبقى اكيد في فاريبلز في الموديل انسيجنيفيكانت ملهاش تاثير. ما في فاريبلز في الموديل ملهاش تاثير. الستاند عشان مفيش بيطلع فارق في الفراكشن الثالث ولا الرابع، مش اكتر من كده، عشان التقريب مش اكتر، ان هو بيأدجست فور نمبر اوف ايه اوف فاريبلز. تمام، يعني الزياده اللي بتحصل في الار سكوير نتيجه لمجرد بس زياده الفاريبلز هي دي بيشيلها. تمام، يا دي اللي بيشيل ده فارق حوالي 10% تقريبا. يعني اوكي، مش راجع بس للسكوير فيت والبيدروم، رجع العوامل الثانيه. لا مش القصد كده. تاني دلوقتي الار سكوير اللي هي 67% بتقول ان 67% من الفاريشنز اللي موجوده في الهاوس برايسز اكسبليند باي التو فاريبلز اللي عندنا، او راجع للتو فاريبلز اللي عندنا اللي هم السكوير فيت والبيدرومز. الادجستد ار سكوير بيطلع القيمه الفعليه فعلا. يعني الصح هي 58 وليس 67. امال الفرق ده راجع ليه؟ لا ده راجع لمجرد ان انا زودت عدد الفاريبلز، ان هم 2 فاريبلز، فهو بيخصم جزء منه اللي راجع لمجرد بس ان انا بزود فاريبلز وخلاص. ادي الموضوع كده. وبالتالي قلت لكم المره اللي فاتت لما يبقى في فرق كبير بين الرقمين دول تعرف ان في فاريبلز في الموديل ملهاش ايه، ملهاش لازمه، هتطلع انسيجنيفيكانت. هتلاقي في فاريبلز في الموديل هتطلع انسيجنيفيكانت. الستاندرد ايرور اوف ذا استيميت، تمام، زي ما اتفقنا ده عشان اطلع ليه الانترفال بريدكشن. يعني وانت مثلا لو انا مثلا بيت مثلا مساحته 1000 فيت وعدد البيد رومز 3، تمام، اجي اعوض في الكلام ده هيطلع لي رقم السعر قد ايه. السعر خده اللي هيطلع بلس اند ماينس الرقم ده يطلع لك رينج للسعر ده اللي هو التفاوض بقى الفصال والكلام ده. تمام، ده اللي ايه طبعا اللي بيشتري عايز يوصل للحد الادنى واللي بيبيع عايز يوصل للحد الايه الاعلى، فحسب بقى هيتقابلوا فين في الانترفال دي. ده طبعا الانوفا السيجنيفيكانس ساعه الانوفا طالعه 0.01 معناه الموديل بتاعي سيجنيفيكانت. تمام، وال ال البي فاليوز طبعا واضح ان الموديل كله التو فاريبلز ان سيجنيفيكانت، بس هنا في كونتراديكشن. المفروض لو ده سيجنيفيكانت يبقى على الاقل في واحد من دول. هو طبعا ممكن حجم الداتا قليل، ممكن ما اعرفش الارقام دي مظبوطه ولا لا، ما نعرفش حللها. لا الوان واي انوفا هنا بيشوف السيجنيفيكانس اوف ذا موديل از هول، الموديل على بعضه، الموديل على بعضه سيجنيفيكانت ولا نوت سيجنيفيكانت. لكن التي تيست تحت بيبص لي على السيجنيفيكانس بتاعت كل ايه variable على حد. يعني كل ان هو اختار الانوفا لل ده ايوه. ما الانوفا بيطلع على طول في الريجريشن، ده بيبص على الموديل كله حتى لو سيمبل ريجريشن. بيطلع الانوفا ده من ضمن الاوتبوتس. الانوفا بيبص على الموديل از هول على بعضه كده سيجنيفيكانت ولا نوت سيجنيفيكانت. تمام، فوفقا للرولز اللي احنا قلناها يعتبر سيجنيفيكانت لانه اقل من 5%. تمام، لكن انت هنا الانترسبت نفسه طالع انسيجنيفيكانت. على فكره اما بيطلع لك كده الانترسبت انسيجنيفيكانت اما تروح تشيله يظبط لك الموديل كله. تمام، فانا في هذه الحاله هروح اعمل المفروض رن تاني للموديل ده واخليه يحذف لي الايه الكونستنت، وبالتالي يبقى العلاقه واي بتساوي بيتا 1 اكس 1 زائد بيتا 2 اكس 2، والكونستنت ده ايه هيتلغى من الموديل.
مجرد انك هتعمل كده هتبص تلاقي دول اتظبطوا على طول وطلعوا سيجنفكت، ويطلع وجهة نظرك اللي كنت بتتكلم عنها ان البيت لو مفيش مساحه مفيش اواضي مفيش بيت، تمام؟ يبقى في هذه الحاله هيطلع على طول، وبالتالي الارقام دي هتتغير بقى، هتتغير خالص. البي فاليو، البي فاليو او السيجنفكنس ليفل اعلى من 5%، واللي تحتها اعلى من 5%، واللي تحتها اعلى من 5%، تمام؟ فهنا اما بيحصل الانترسبت يبقى انسيجنفكنت، بتعمل ران تاني للموديل وتقول له يحذف الايه الانترسبت. بس الحاله دي كله انسيجنفكنت. ايوه، ما انت لما هتحذف الانترسبت وتعمل ران تاني هتلاقي اتظبط الكلام ده. طب دكتور، هو الستاندرد ايرور احنا قلنا ان هو ايه؟ الستاندرد ايرور اوف ذا استيميت ده زي ما قلنا قبل كده ان هو بيقيس لي متوسط بعد النقط عن اللاين. متوسط بعد النقط عن اللاين. براكتيكال هستخدمها عشان اطلع بيها الكونفيدنس انترفال بتاعه الفوركاستنج. يعني مثلا افترض لو انا عندي، اعتقد في محسوبه اللي بعدها اهو حاجه زي كده مثلا. لا ده التفسير اهو. هنا مثلا لو انا عندي بيت مثلا مساحته 2000 خلاص، وفي 3 بيدرومز، يبقى انا هعوض عن اكس 1 ب 2000 وهعوض عن اكس 2 بكام؟ ب3. وعوض في الكلام ده يطلع لك السعر كام؟ اهو $293,000 و309. الرقم ده هاخده بلس اند ماينس الستاندرد ايرور ده اهو عشان اوصل للمارجنال بتاع البرايس، اوصل للرينج بتاع الرينج بتاع بتاع السعر. 38917. فلما اخد ده بلس اند ماينس يطلع لك الرينج بتاع الايه؟ بتاع السعر. هي انسيجنفكنت اكبر من 5%. هي انا معرفش ان هي دي. لا انا كنت كاتبها لكم، انا قلت لكم السيجنفكنس ليفل هي البي فاليو. ليها مسميات ثانيه؟ لا، البروبابيلتي فاليو. بس دي المسميات بتاعته، يا اما بسميها significance level او بسميها البي فاليو او بسميها probability value. تاني دلوقتي هي كانت بتسال في معنى الستاندرد ايرور اوف ذا استيميت اللي هو الرقم ده. بس هستخدمه في ايه؟ انا هو معناه الاول زي ما قلت هو بيقيس لي الافريج ديفيشنز اوف ذا بوينت اراوند الايه؟ اراوند الريجريشن لاين. Around the regression line بتاعي. طب بعمل بيه ايه؟ بستخدمه عشان احدد الانترفال فوركاست بتاعتي. ازاي؟ هنا مثلا لو انا بقول مثلا عايز استخدم المعادله دي في الفوركاستنج، فلو شقه ولا بيت فيها 3 اوض مساحتها 2000 سكوير فيت وعايز اطلع السعر، فمجرد ان انا هعوض عن الاكس 1 ب 2000 وعن الاكس 2 ب 3 جبنا السعر. ده عباره عن البوينت استيميت او البوينت بريدكشن. عايز اطلع لها انترفال، باخد الستاندرد ايرور اللي انا جبته اللي هي 38917 بلس اند ماينس الرقم ده. يبقى ده مره بلس هديك الايه؟ الابر ليميت. مره ماينس يديني اللور. ايه اللور ليميت؟ يبقى هو السعر بيتراوح ما بين الرقمين دول. فهمنا كده الفكره بتاعته؟ طبعا الكوفيشنت جت من هنا، دي الايكويشن جت من هنا، تمام؟ ده الستاندرد ايرور بتاع كل واحده، ده الايه التي تيست والبي فاليو بتاعتها، وده الكونفيدنس انترفال بتاعت ايه بتاعت كل بارامترز من دول. طبعا ساعات برضو افرض انا ما عنديش ده وعايز اعرف هو البارامتر سيجنيفيكانت ولا لا، ممكن اعرفها من هنا من الانترفال دي. لو الانترفال وقع جواها الصفر يبقى انسيجنفكت. بص كده الاولانيه من ماينس لبص، والثانيه ماينس بص، والثالثه ماينس بص، يعني الصفر انكلودد يبقى معناها نوت سيجنفكت. دي طريقه ثانيه، يعني في طريقه ان انا اعرف بيها في كذا حاجه. يعني ممكن اعرف من البي فاليو خلاص، ممكن اعرف من الكونفيدنس انترفال، وكلهم بيدوا نفس النتيجه على فكره.
كلهم بيدوا نفس الايه النتيجه. لو الكونفيدنس انترفال وقع جواها صفر يعني فيها نيجاتيف وبوزيتيف تعرف ان هو انسيجنيفيكانت. لو الكونفيدنس انترفال كلها نيجاتيف او كلها بوزيتيف بس يبقى في هذه الحاله يعتبر ايه سيجنيفيكانت. او البي فاليو اكبر من 5% يبقى انسيجنيفيكانت، اقل من 5% يبقى سيجنيفيكانت. او الطريقه الثالثه بقى هاخد الرقم ده اوكي واروح اقارنه بالارقام بتاعت الجداول بس تمام، اللي هي التي ستاتستيك اسمها التي ستاتستيك اوكي. انسيجنيفيكانت طبعا لازم في الاخر اعمل ران تاني للموديل واشيل الانترسبت واشوف تاني. لا هو دايما نبدا بالانترسبت لو اصل هو معناها ده معناه ايه؟ معناها ان المعادله بتاعتي بتمشي بالايه في الاورجن بوينت، معناها انها ماشيه معديه على الاورجن بوينت ده معناه كده يعني. حتى بص لو انت بصيت تقريبا يعني تقريبا رايحه في اتجاه الايه الزيرو، ودي نفس القصه اوكي. فانت لما بتعمل بقى ران مره تانية وتقول له شيل الكونسنت وريتها لك المره اللي فاتت تقريبا هتلاقي ممكن كل حاجه من دي اتظبطت تمام. هيبقى واي بتساوي بيتا 1 اكس 1 بلس بيتا 2 اكس 2 ومفيش الكونست تمام. دي بيسموها معادله نسبيه بروبورشنال فانكشن تمام، ان واي بتتناسب مع الـ مع الاكس بدون الكونست ده. عادي ما انت بتحسب بقى، ما انا وانت بتعمل الريجريشن بتخليه يطلع كل الكلام ده يعني، بتخش على جوه الديسكريبتيفز وتعلم له على انه يحسب لك الكورليشن، هيطلع لك الكورليشن بين الاكس والواي. كل دي اللي انت بتعمله في الاول كدياجنوسيس عشان ابني الموضوع. بنرسم السكاتر ديجرام وبنحسب الكورليشن دايما. اول حاجه الكورليشن ماتريكس بجيبها عشان اشوف اطمن ان الفاريبلز في بينهم كورليشنز، يعني ان الاكسات مرتبطه بالواي لكن الاكسات مع بعض ان كورليتد. ده قبل ما اعمل بقى اي حاجه، اي حاجه ده في البدايه خالص، دي مرحله الدياجنوسيس وانا ببني الموديل تمام. احنا بقى بس بنتعرف على المودلز، هيبقى في محاضره كامله عن الموديل بيلدنج يعني، وانا كده شابتر موجود جاهز يعني مكتوب قبل كده، فهنتكلم على الموديل بيلدنج. لا هو الاكسات مع بعض ما يزيدش عن 0.8، ما يزيدش عن ال 0.8 يبقى اقل من ال 0.8 تمام. لكن الاكس مع الواي كل ما يزيد كل ما يبقى افضل حتى لو وصل 1 تمام، لكن الاكسات مع بعض كل ما الكورليشن بينهم يقل كل ما يبقى احسن تمام. لو الكورليشن زاد عن ال 0.8 يبقى عندك مشكله مالتي كولينيارتي اوكي. ده التفسير وده الموديل اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، وادي الاسعار اهي. الار سكوير بقى بنقول لك طبعا اتحسبت ازاي والكلام ده كله. الار سكوير لو تفتكروا هي عباره عن الاكسبلايند سام اوف سكويرز مقسوم على التوتال سام اوف سكويرز. دول اللي هم بيجوا من جدول الانوفا، يعني انت لو بصيت على جدول الانوفا هتلاقي في عمود اسمه الدي اف اللي هي الديجريز اوف فريدم، وفي عمود اس اس اللي هي سام اوف سكويرز، وبعدين المين سكويرز. السام اوف سكويرز في عندك بقى ريجريشن سام اوف سكويرز ده اللي هو الاكسبلايند سام اوف سكويرز، وفي ريزيدوال سام اوف سكويرز ده الان اكسبلايند سام اوف سكويرز، وبعدين التوتال تمام. لو انت قسمت الريجريشن سام اوف سكويرز ده او الاكسبلايند سام اوف سكويرز على التوتال يطلع لك الار سكوير، الرقم ده تقسمه على ده تطلع القيمه بتاعت الار سكوير اللي هي 67% تمام. طبعا الاف دي بتقسم ده على ده يطلع لك ده، يعني كل الارقام جايه من ايه من بعضها، عشان الطلبة ساعات اللي بيزوروا النتائج تمام بيبان بقى من هنا بيحصل يعني، الاقي الار سكوير صغيره يجي داخل دبل كليك على الجدول ويجي مظبط الار سكوير، الاقي انا الرقم ده تقسيمه على ده ما يطلعش الار سكوير، يبقى ما هو مش عارفه، هو مش عارف. نعم بيعملوا كده والله. فبيحصل الكلام ده كتير يعني، بس هو طبعا مش عارف الار سكوير ده اصلا محسوبه منين، هي هنا مكتوبه ايه 67%، لكن طبعا عارف ان هي جايه ده مقسوم على ده يطلع ده كده يعني، دي القصه. وساعات يغير الار سكوير ينسى يغير الار لان دي السكوير بتاع ده.
فده بيحصل طبعا. فهو الار سكويرز ما قلت من الجدول بتاع الانوفا تمام، بقسم الريجريشن سام سكويرز على التوتال سام سكوير يطلع لك الار سكوير. وطبعا ده على دايت الايه المكمل، يعني دي 67 الباقي 33، اقسم بقى الريزيدوال سام سكويرز على التوتال يطلع لك 33%. والمين سكوير ده بيقسم سام سكويرز على الديجريز اوف فريدم، يعني اقسم ده على 2، اقسم ده على 7، اقسم ده على 9 يطلع لك الايه المين سكويرز. اما تقسم ده على ده يطلع لك الاف، الاف دي اللي هتقارنها بالقيم اللي من الجدول عشان تقول هي سيجنيفيكانت ولا نوت سيجنيفيكانت، او الرقم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ايه السيجنيفيكانس فايد. تمام، ده معنى الار سكوير. و الادجستد ار سكوير بيتحسب بقى كده، بيعمل له ادجستمنت بال ان ماينس كي ماينس 1. الان هي عدد الاوبزرفيشنز، الكي عدد الفاريبلز اللي هم الاندبندنت فاريبلز، فبيعمل لها ادجستمنت عشان يطلع قيمه الايه الادجستد ار سكوير. الستاندرد ايرور تمام طبعا بيتحسب له كذا طريقه، يا اما بجيب الستاندرد ديفيجن بتاع الريزيدوالز او بحسبه من المعادله دي اللي هو الانكسبلايند سام سكويرز على ان ماينس 1 ماينس كي ماينس 1 تحت الجذر، يطلع لك الايه القيمه بتاع الستاندرد ايرور اوف ذس. دي بوري لك بس كل حاجه اتحسب لك، مش لازم تبقى حافظ طبعا المعادلات وكلام من ده، ان كل ده هيطلع لي زي ما قلنا كاوتبوتس. طيب هناخد بريك لغايه كده عشان نبدا في حته بقى ايه تانيه خالص.